الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم سامعین, 12 ذوالحجہ ہے, 12 ہی جولائی ہے, سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کی خبروں کی شروعات جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو کے استاد قاری محمد طالب مظاہری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے. اس تلاوت کے لیے ہم ان کے شاگرد رشید قاری جاوید کے شکر گزار ہیں. عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا, إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق,